مساء الخير صباح الخير يا زلمه مشاهدين حسابك شنو في نوتش لو خدت نعم وبعدين لايك ما تروح بس فايتر في لو تشترك في القناه تعمل جديد عملنا بلايك خد عشان نستمر نشوف فيديوهات اكتر اكتر هبدا اخوات ان شاء الله خلصنا البوشينات بتاعتنا يا باشا اللي ناقصه نطورها وكويس والله بدا يكبر اول مارشلون المارشمول او الما علينا يعني بدا يكبر بطريقه غبيه يعني بطريقه حلوه طبعا اخوات ان شاء الله نحصد النهارده الزرع ده يا باشا والبومي اللي معانا نظبط الاداء اللي هني برضه يا باشا نصنع البوشينات بتاعتنا الناقصه فاوريني كده بس الشيست بتاع البوشنات هات الجزاز ده عشان احتاجي الشيست بعد انك بتاع البوشنات تمام في النايت فيجن كله خلص فيش غير حبايه واحده اللي معاي فان شاء الله الوقت نبدا اخواتي نصنع هات يا باشا ده وهات الجزر وهات يا باشا ريدستون وهات الميه دي ان هي الميه دي تمام يا زعيم اللي احنا هنبدا عليها البوشنات يا ابني ايوه حط في المكنه هنا مش ناقصه مرض حط الثلاثه دول حط يا زعيم دي في الاول بعد كده نحط الجزر عشان اخواتي الجزر بقوي النظر اخواتي مستنيني اشتركوا في القناه يلا يلا زعيم قربت تخلص قربت تخلص يلا يا ابني يلا يا ابني تمام تمام ايوه تمام يا زعيم بعد كده الجزر عايزين بعد كده نحط ريدستون عشان ترفع القدره بتاعتهم من تقريبا كانت من 3 دقائق ل 8 دقائق هتدي معانا فرق جامد عاوز نشوف لو عند رمله كده عشان نسيحها يا باشا نعمل جزايز يلا يا زعيم يلا يا زعيم حط بعد كده ريدستون تمام شايفين يعني 3 دقائق هتبقى 8 دقائق حاجه هتبقى حلوه في عند رمله انا المفروض يعني تمام دي ايوه تمام تمام المفروض لا طبعا مش هتتشوي هنا انا عارف هات يا باشا اللحمه دي وعاوزين خشب صح انا نسيت خالص موضوع الخشب ده والله نسيت خالص خالص موضوع الخشب دي خلصت هي الماكينه اعتقادي ان هي خلصت البوشنات النايت فيجن تمام فهنحط هنا النايت فيجن ولا قفلنا بتاع البوشنات اهو حط يا باشا النايت فيجن حط يا باشا الجزاز ده حاليا تمام بص يا زعيم عاوز اول حاجه نعمل شافل بالدايموند ونطوره عشان بصراحه محتاج نكسر بيه رمل لوك تمام فعاوزين يا صاحبي اول حاجه 3 دايموند حلوين قوي وهنا كان في عصايات او ايكون اتاخدوا او ايكون اتاخدوا تمام المفروض لوك يصنع شافل محترم ايوه عاوزين واحد تمام يا زعيم بعد كده حط يا باشا الدايموند زي ما كان بس عاوز ننزل ريت عشان نبدا اخواتي نطوره او نصنع يعني عامه لا مش هنا كان تقريبا ولا هنا تقريبا تمام 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 كان هنا كان هنا. ايوه حط الشافل حط ننزل ريت اهو تمام يا زعيم بس يا صاحبي كده مش محتاج ان انا اطور عشان كيكا اصلا يعني مش مستخدموش كتير يعني مش زي البكاكس والاكس والحوارات دي بص يا زعيم فارفع دي الحاجات دي دلوقتي فوق لحد لما نيجي يا زعيم هات بس الاكل اللي معانا وهناخد مثلا معانا هات مثلا بكاكس وهات اكس وهات سيف وهات النبل وهات بو تمام يا زعيم عشان ايه احنا الصبح 7 خلاص تمام وهات يا صاحبي هات يا صاحبي هات ايوه عايزين ولا كان معانا حبل فين الحبل؟ في حبل فرس مربوطة فيه فخلاص ماشي هات بس سياج من ديتي واحد بس تمام وانت تعالى معانا يلا بالصحاب وناخد لنا كلب تاني معاني يعني عشان لو في اي حيوان قذر هجم علينا تمام يا زعيم يلا بينا ناخد الفرصة بتاعتني طلعني سينا اهم حاجة سينا ناخد دروع ده حاجة مرض بعد اذنك ارفع الحاجات بتاعتنا دي فوق سينا ناخد دروع لا لا دي مشكلة بحد ذاتها دي البس الدرع البس ابو صعب بس يا زعيم ايوه تمام هات باشا هات السيف والاكل الوقت تفيدني وهات البوم تمام يا زعيم فممكن ناخده دي خلاص بعدين كان تفك الحفل يلا بينا ايوه تعالي بس يلا بينا بعد اذنك معانا رحله مغامره تمام عايزين نجيب شويه خشب خشب كان تقريبا ايوه ورانا كان فينا خشب كل حته في خشب هنا خشب وهنا خشب بس عاوزين نجيب مندخس بصراحه انا الحته اللي ورانا دي بهدلناها اصلا من كتر ما خدنا خشب لا 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 انا فاكر قبل كده اخوات زرعنا ورا ثواني انا متاكد ان احنا زرعنا ورا لما خدت الحاجات كتير خدت البواقي اللي كانت واقعه انا فاكر ان انا زرعت ورا يا بتمشي تبقيش فرصه باردي انا متاكد صدقون ان انا زرعت ورا بس مش عارف هني تقريبا مش لا لا هي مش هني مش هني ممكن الناحيه الثانيه والله اخوات انا فاكر ان انا زرعت ورا انا فاكر ان انا زرعت كذا شجره ورا شايفين زي ما قلت لكم يا زعيم شايفين الشجر كله ده في الارض انا زارعها تمام يا زعيم فخلاص يعني 100 100 عندنا كده شجر اسطوري فخلاص حط يا باشا ده هني ثبت الفرسه بتاعتنا هني فينك انت يا قذر ايوه بس استنيني هنا بقى لحد لما نجيبه كده يا باشا خشب نرجع وانتوا كلابي تعالوا معايا ايوه كده بقى احرسوني بقى عشان لو كريبر قذر ولا اي حاجه بس مش كنتوا قذرين اصلا ما بتواجهوش الكريبر بتسيبوني اني اتجلد معاه واحد اي والله هات يا باشا الخشب دي هات يا باشا احنا محتاجين الخشب ده خالص والله مشكله عندنا نقص كتير في الخشب والمشكله يعني احنا في حته اصلا غابه يعتبر يعني الخشب في كل حته حواليني بس ماشي ما علينا المهم يعني احنا ناخد كده خشب يا باشا مش محتاجين يا باشا في التطورات بتاعتنا ومحتاجين في حوارات كتير وعاوزين برضو نجيب الميه يا اخواتي مش ميه عندنا ميه كتير قصدي اسف الرمله عشان الجلاس نعمل قزاز يا زعيم يلا زعيم كسر دي برضو
يطلع فوق، يطلع 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 ابو صاحبه هديته. طب عايزين مثلا والله هكسر كله ان شاء الله لو ربنا شاء، هكسر كل الشجر اللي انا زرعته دي تمام، وبالورق بتاع البيوجا زي ده نزرع من جديد يا اخواتي. يلا زعيم، يلا بوشه. وعندي بومي صح، انا عندي اسطوره بومي يعني ولا يهمناش الحوارات دي ابو صاحبه، يعني ناخد خشب زي ما احنا عاوزين، عندنا بومي في كل مكان يا باشا، عندنا كميات بومي كتيره قوي. يعني يا صاحبي كسر الشجر اللي يعجبك ونزرع غيرها ونكبره في لحظه في مينيت اللي مينيت. هات يا باشا الشجر ده برضه عشان يتزرع تاني يا اخوات. طبعا يا زعيم هات يا باشا، هات يا باشا، احنا لا نهدر الاشياء اللي السمين علينا والحاجات دي من الطبيعه وربنا انعم علينا بيه. في الحقيقه انا مش بتكلم اخد وقت في اللعبه، فيعني يا ريت بقى ما نهملهاش ونبوظهاش. والله احنا بصراحه كل سنه بنقطع ملايين من الاشجار لحاجات تافهه وحاجات ما تستاهلش اصلا، فحرام والله احنا بنبوظ اصلا كوكب معاني، احنا بنبوظ هديه ربنا لينا والله. يلا باشا اكسر الشجره ده، تعالى يا زميلي، تعالى يا زميلي، يلا يا زميلي خلص يا بقى. ايوه كده مش ناقصه مرض تمام. ارفع بس الخشب والحاجات دي فوق عشان بس ما تزولناش. تمام يا زعيم، يلا يا زعيم هدي. شوف دي مغطيه خالص، دي الشجره دي مغطيه خالص، تعالى بقى. تمام يا زعيم، ده طبعا اخواتي في الحلقه اللي فاتت او اللي لا مش يعني اللي فاتت لا اللي قبليه كنا احنا زرعنا الحاجات دي انا فاكر، وبعد ما زرعناها بعد ما قطعنا الحاجات اللي في الشجر اللي هناك دي خدنا يا باشا البذور دي ورحنا زرعناها في الارض، كانت متساوي وقلنا نستفيد بيها بصراحه. هات ابو الصحاب، هات هات ابو الصحاب، هات هات كل الخشب ده ابو الصحاب، انا محتاج يا باشا الخشب ده عشان مش كل شويه اروح نجيب خشب، مش ناقصه مرض هي. هات ابو الصحاب، هات ابو الصحاب الخشب ده ابو الصحاب، يلا يا باشا هات ابو الصحاب. ما شاء الله زرعنا كميات كبيره قوي من الخشب، زرعنا كميات اسطوريه تمام. المشكله ده انا عاوز يوقع، ده انا جبت بتاعت الخروف، لو جبت بتاعت الخروف معايا كان كل ده شلته بسهوله جدا، بس هو ما علينا هو هيوقع واحده اصلا يعني مش هياخد وقت وهيوقع. تمام يا زعيم، تمام يا زعيم زي ما انتم شايفين يعني هو بيوقع واحده اصلا. يلا يا زعيم خد يا باشا بقى، هات 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 الشجره دي، الشجره دي كبيره والله قوي، كل الخشب اللي فيها دي خشب ده سمين علينا. هات يا بسط، هات يا حبيب، هات يا اسطى، هات ايوه هات كل الخشب دي، هات يا حبيب هات ايوه. المشكله مش هنطوله الخشب اللي فوق ده صح، بس احنا ممكن نتعلم بلوك يعني ممكن نحط بلوك كده بلوكه نطلع فوقيه ايوه، ونتلف الخشب اللي فوق ابو صح. تمام اتلف لنا برضه الخشبه دي، اصبر هات لنا خشبه من دول، هات لنا خشبه من دول عشان نقدر نجيب الخشب يا اخواتي. فوت باشا ايوه يلا، عشان اخواتي كل الورق ده يوقع، عشان لما لو في واحد خشبه وحدي ما الورق مش هيوقع للاسف. هات يا باشا كل الخشب اللي وقع دي، هات الشجر اللي وراها دي، هات ابو صاحبه هات هات هات. تمام دي فيش فيها خشب تاني على ما اعتقد. هات يا باشا اه تمام، شايفين اخواتي بدا كله يوقع اصلا، بدا كله يوقع يا زعيم اهو. احنا بناخده كده يا باشا كل الحاجات اللي وقعت دي، يلا يا صاحبي يلا هل التفاحه اللي معانا وهات لنا اللحمه دي ناكلوها عشان الواحد الصراحه جاع يعني وبدا يدوخ. كل يا حبيبي كل، قول يا باشا قول قول يا حبيبي. يلا زعيم نكملوا بقى، ناخدوا لوت الحاجات اللي في الارض دي، هات الشجر ده الشجر ده، هات يا صاحبي هات 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 ابو الصحاب. تمام هات يا باشا دول لو دول، تعال تعال نجيب الشجر اللي هناك ده، شجرتين والله مستخبيين بس صورين يعني جنب بعض، بس يلا ما علينا احنا ناخدوا كل الحاجه. هات يا باشا هات يا باشا هات يا باشا ايوه، وصلنا وصلنا لقلب الشجره. تمام يا زعيم تمام، بس يعني قربنا والله خلاص، يعني قربنا ناخد كل الشجر اللي احنا زرعناها هنا، كل الشجر اللي احنا زرعناها يعتبر خلاص قررنا ناخده تقريبا دي اخر شجره اصلا، ده تقريبا يعني مش اكيد بس تقريبا. وريني كده من بعيد كده، لا لسه والله في شجره اثنين، في شجرتين تاني. شفت يا باشا ده كسر 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 ابو الصحاب، كسر كسر دول كسر ابو الصحاب. ممكن بعدين كان ناخد ده ايوه، بس كده كل الخشب كسر في الشجره دي. هدي برضو اكسر دي برضو اكسر اكسر ابو الصحاب. تمام المفروض كده يكون خدنا كل الشجر. هات يا باشا كل الحاجات الواقعه دي في الارض، هات ابو الصحاب هات 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 هات. وريني كده وريني من بعيد، كل الوقت بيوقع اخوات كله بيوقع، فحاجه اسطوريه بصراحه لما كله بيوقع انا كده نقدر ناخد يا باشا البذور نزرعها من جديد. يلا يا صاحبي يلا، طبعا الشجر ده فوق ماليش دعوه بيه، احنا لنا دعوه في الارض. هات التفاح ده بصراحه التفاح ده بينفعني، وهنا رمله والله عاوزين ناخد الرمله دي، كويس ان في رمله جنبينا اصلا، والله في رمله هناك هي حاجه حلوه، ممكن نروح ناخد الرمله دي على عقبال ما هي اصلا تكون يا باشا رمت كل حاجه فيها دول، يكون كل ده وقع. تمام يا زعيم كان في تفاح هنا ايوه، والليل بدا ليل، الليل بدا ليل والذنب هيبدا يكركبني، فلا احنا نروح نروح ونيجي ابو صاحبه في النهار، في النهار كده يا باشا في النهار. ممكن بعد اذنك يعني عشان عاوزين نروحه، عاوزين نروحه بدل ما نموت انا وانت. تعال 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 عشان الذنب انا عارف ان الوقت هيرزبن وهيدعكنا دعك، هتسف فيدني خلي فيدني، بس انزل هني. الله 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 اسفين اسفين اسفين، بس ما علينا، المهم احنا وصلنا بيتنا الوقت بكل سلام. تعالين احنا ننام الاول ونظبط امورنا. تعال ابو الصحاب خش يا ابو الصحاب هنا، قعمز تعالي ولا فنك يلا التاني ده كلب واحد ايوه خش يلا، بس قعمز هنا قعمز قعمز ايوه كده. بص ابو صاحب معانا كده خشب معانا والله حلو، هنستاك اثنين وشبه ثلاثة يعني، فحاجة حلوة. التفاح ده طبعا التفاح ده يا باشا هيتعمل منه حاجات اسطورية، فخليه لا استنى في تفاح هنا في والله صبع، لا خليه ده هنا يا باشا. في الشيست كان في شيست في جولدن ابل ايوه تمام يا زعيم، كان في بذور برضو خلاص، بس الشجر ده انا لا الشجر ده هاتي نزرعه بصراحة. تمام يا زعيم تمام يا زعيم، فنام يا صاحبي. تمام يا زعيم وصحينا الصبح، يلا بينا ابو صاحبي ونروح بقى نشوف الدنيا هناك.
يلا انت قوم، انت برضه قوم يلا عشان تلقى الزومبي. انا والله المشكله الكريبر يا اخي هو اللي بيقلقني، اما الزومبي القذر ده مش بيفرق معايا اصلا. الكريبر تلقاه مره واحده كده يجيب يتجسس اصلا والله، ويعمل لك واحده سوبلكس خليك بص تترحم على البيت والدنيا كلها اللي انت اصلا بتدور عليه. يلا زي يلا زي مكان ما كنا شغالين هناك. اجري يا ابني يلا، ده انت فرصه والله العظيم. بيقف ونجيب مش عارف، بس نجيب اي حاجه مكانك يعني مالكش لازم. يا ابني انا كنت سايب سياج هنا عشان معلم الحته اللي كنت بنقطع بيه. تمام. لا لا مش راحت فين تقريبا، كنت بنكسر في الارض هنا صح المفروض يعني. ده رحت فين الخشب انا كنت سايب؟ لا كنت سايب خشب هنا يا جدعان، خرب بيتكم والله. سايب خشب هنا بنربط بيها الفرس انا والله العظيم. رحت فين يلا؟ اصبر ده انت تتوه مني، انا مش ناقصه مرض. المشكله انا كمان جبتش مني يعني حاجه عذاب. طب ايه طيب رحت فين يعني؟ مش ناقصه مرض هي يا عم، مش ناقصه مرض، اهدي بقى خلاص هنروحك انا ونيجي واحد والله. كيك البيت جنبينا، تنزل سوبليكس يعني ممكن هنا بس بعد اذنك. الله الله ماتت 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 ماتت. لا بس خليك انت هنا بس خلاص، وانا اروح نتمشي تربط هنا. يلا يلا شباب يلا، انتوا كلاب تجيبوا المرض والله. يلا يا اجري يا ستيف. ايوه اجري يوب، كلك لحم عشان تجري. ممكن بعد انك تجري. ايوه بيجري والله كده مش تعدي كده بيجري. ايه سبيد يلا ابني اجري يا واطي. ايوه 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 بس خلاص غير منظور الكاميرا عشان لموا الحاجات اللي وقعت. هات الشجر دي، هات ابو الصحاف، هات 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 ابو التفاح دي، هات ابو هات ابو الشجر ده نزرعه يا اخوات. كل الشجر اللي وقع ده يتزرع. هات ابو بس التفاح ده، هات الحاجه ده. يلا 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 تمام يا زين. ممكن نزرع شجره هنا والله كويس، معناها كتير والله معناها ستاك ويعتبر نص. واحده هنا واحده هنا واحده مثلا. تمام تمام واحدة وسيني واحدة وني واحدة هني واحدة مثلا هني واحدة هني ومس بنشكل احنا والله فات. واحدة هني واحدة هني، هخلي دي بس البقرة بتاعتنا اللي احنا نزرع فيها يعني تبقى مؤهلة للزراعة. تمام يا زعيم، وهنا برضو تمام تمام يا زعيم كده تمام. بس واحدة هنا بالزراعة هيبقوا لازقين ببعض بس مش حالك يعني. بس زعيم ونجيب بعد كده الهو. فين الهو؟ خرب بيتك ده انا صنع الهو عشان ناخد بيه الرملة. وفي يا عمي المرض اللي احنا فيه دي، استغفر الله العظيم يا رب يا عمي حاجة تجيب المرض والله العظيم. ما هي دخلت خلاص اهدي بقى علينا. طب ماشي يعني احنا حدود الميه هني خلاص، ناخد البلوك ده الدنيا هتبقى عادي. البلوك ده الدنيا عادي تمام، ناخد البلوك ده. تمام يا زعيم تمام يا زعيم. ايه تاني ممكن ناخد البلوك ده عادي كده عادي ده عادي ده عادي ده عادي ده عادي برضه دي برضه نفس القصه عادي. بس فانا نحفر بقى في النفق اللي انا ماشي فيه دي. ناخد كل البلوكات دي يا اخوات كم بعد. لا اوعى تاخد دول الحاجات اللي ما قطعناهاش ما ناخدهاش. مش ناقصه غلبه هي، ممكن بعد اذنكم تعدوني يعني عشان شوف كده الدنيا حواليه. هالدول هالدول ابو الصحاب. طب مش عارف اخلص عليكم ولا نعمل ايه الوقت والله، ده انتوا كلاب قذره. فين شنو ناخذ الهو يا عم الحاج الشافل قصدي؟ تعال تجيب المرض يا ابن نوع يا عم، والله تستاهل يا اخي تستاهلها والله من كل قلبي. قذر تمام يا زعيم تمام يا زعيم. هالدول كسر دي كسر دي برضه كسر دي ابو الصحاب. لازم بس ستاك، على عملنا ستاك هتبقى حاجه اسطوريه والله لو جبنا ستاك. عارفين 53 حبايه يعني كل ما نقرب. تمام 56 حاجه اسطوريه او يكون في الميه. انا قلت والله باقي خلاص اهدي بقى مش ناقصه قله ادب هي. ماشي تمام، بس لو خدنا دي عادي يعني المفروض صح كده؟ ايوه صح. معنا 60، عاوزين اربع حبات بس، عاوزين اربع حبايات بس. ممكن ناخدهم من هناك. ترش هات يا باشا دول، واحده اثنين ثلاثه اربعه بس يا زعيم. نبدأ نروح زي جينا اي حاجه في الارض ممكن ناخدها برضه، تفاحه ولا حاجه تكون وقعت من الشجر اللي كان بيوقع. والله كويس انت كبرت بسرعه والله، انت شجره فوق البركه. هاي شايف الخشب اللي كنت سايبها؟ قلت لكم انا اخوات سايب خشب والله. يلا ناخدوها معاني ونروح بيتنا زي. يلا ابو الصحاب يلا حبيبي يلا باش اجري يا حبيبي، خلينا نخلص يا باش بشاناتنا وامور. شايف المشي على السياج والله حاجه حلوه فخامه. خش ابو الصحاب اقعد بقى انت التاني. تعال ورا يلا، تعال هنا ما تقرفنيش. تعال ايوه تعال تعال قدم قدم قدم. اقعد هنا خلاص اقعد هنا بس خلاص. حط الشجر ده هنا ده باش احط اخليها في الشيست بتاعنا. انا عاوز ارتب شيست كده يبقى فيه كل ادواتي ان شاء الله يعني. خرب بيتك حبيبي والخشب راح فيه، تهرست الخشب يا ابني. بص حط دي حطها مكان تمام. لا اقول لك هدا وحطها هنا هدي ابدا شويه. لا لا والله ما مش هقدر. خلاص خلاص تعال تعال كمل زي ما انت مكمل، يبقى اكيد في الفرن العادي. خلاص حط كده وريني يا صاحبي يزن خشب. طب انت خدت الخشب كله صح؟ فيش ولا استاك. هات 32 حبايه دول ان شاء الله يكفوا يعني. كيك انا مش هحتاج كميه كبيره ف يعني كده شغل امورك. ايوه حط بس تمام كده تمام يا زعيم تمام. هذول التفاح في تفاح يعني. ايوه خلوه في جولد. عايزين الجولد فين الجولد هنا؟ هات يا باشا الست دول في جولد هنا اللي اتعمل. خرب بيتك والله في كميه جولد كيستوري. يلا يا اسطى ابدا يعني. بس اعملهم كلهم في حاجه اسطوريه يعني. بس يا باشا كده تمام تمام. حط ده هنا ولا ما تجيبليش مرض. تمام اول حاجه اخوات هنرتب شيست كده الاغراض الشخصيه اللي هو ده وده ودي. كل اسلحتي هتبقى فيه تمام. هات يا زعيم كل حاجتي اللي انا هستخدمها. لا ده لا اصبر مش ده هو اللي هو ده مش محتاجه. بس ثواني كده رتب بس اموري كل الحاجات اللي انا ممكن استخدمها تمام. هات ده وهات الاكل وهات 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 دي تمام يا زعيم. فكل اسلحتي هتبقى هنا تمام يا زعيم تمام. اسلحتي وسيوفي دروعي يا باشا وكل حاجتي. بس انا دروعي لابسي فخلاص اخلع بقى كمان دروعي ونبدا
نلبسي مكاني، نحطه مكاني. يلا يلا زعيم يا عم، مش عاود نلبسي كاني، مش ناقصه مرض. تمام بس زعيم يبقى هو دي ودروعه وكل حاجه. عاد شوف كان في قزاز معنا. ايوه هات التلات قزاز دول. تمام. في عندي شيستات فاضي، انا فاكر كان عندي شيستات. راح فين الشيستات؟ شيستات مش شيستات اخوات، اللي هو الدلو ده اسمه. سان. عندي قزاز كتير والله، اسطوره. تمام فانا عاوز نعمل ده. تمام زعيم معايا 44 حبايه، فحاجه اسطوريه بصراحه. خلي دول هنا. تمام كان في كان في اهم في اهم اخوات، عاوز برضو اللي هو اللي فين عملنا الكريك الجديد. مستحيل يكون ضاع يعني، راح فيه يعني. يا عم انا بقول مستحيل ده يضيع يعني، ده عامله جديد. طب علي يا اخوات، عشان انا اخر مره لغيت الحته بتاعت الميه اللي كانت الثلاثيه دي، فممكن اعملها هنا. واحدة اثنين ثلاثة ونحط يا باشا باكيت هني وباكيت هني. بس زي كده عملنا مصدر ماء لا نهائي يعني. بص يا اخواتي كده، اركب يا باشا حط ده على دي. هات يا باشا المية، بس ربنا يستر يكونش في كريبر يقدر يفشحني. شايف 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 ما بتطلعش وانا بعبي حاجة اسطورية. خلاص خلصت 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 خلصت، مكان عندي اتملى يعني. خلاص نحطه في الشيست ونيجي ناخد القزاز ده. خلاص يا ابني، ولا عد اعصابك، عد اعصابك، يلا عد اعصابك، يلا هدول الشيست اللي معايا يا اخواتي تعبي. تمام يا زعيم. تمام فانا اول حاجة نقفل الباب بتاع الخزر دي، وكان في شيست تقريبا نشيل الزوايد. تمام هو ده. تمام يا زعيم، حط يا باشا الدهنين دلو ده. خلاص حط الدرت ده تحت مع الدرت، حط العصايات ده، ممكن العصايات ده نحطها في الفرن هنا. يلا ابدا يا باشا حركة تكسر مرضين. تمام يا زعيم، حط بقى برضو الحاجات الزياده بتاعتنا. فهنبدا يا اخواتي نصنع على طول. دي المشكله يعني حلوه معانا منها كميات ضخمه، بس عاوزين نصنع كم واحد نايت فيجن. عاوز وقت ترتب امور نايت فيجن بتاعتنا. تمام هتصنع يعني. بص يا اخوات، ده في مثلا كم حبايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا عاوز 9، انا من عامل منهم 4 يبقى عاوز 3 و3. تمام ماشي. اول حاجه زعيم هنيجي هنا، بس انا عاوز النايت فيجن هو الاكتر. هنعمل صفين يا اخوات نايت فيجن يعني. فين هو؟ نعمل صفين هنا نايت فيجن يعني. هدا كده تحت وهدا تحت، هدا كده وهدا كده زعيم، وهدا كده زعيم. هنعمل يا اخوات الصفين دول نايت فيجن، والصف ده اللي هو البوشن ده اللي هو يخليني ما نتدمجش شيء بسرعه، او خلي الدمج بتاعي اقوى يعني. فتمام فهات الجزر وهات يا باشا دي وهدو. تمام فالله يا زعيم نبدا كده يا باشا على بسم الله. حط يا باشا القزاز الميه دي. تمام حط يا زعيم ده الاول. نسينا الريد ستون، نسينا الريد ستون. خلاص ارجع دي بقى زي ما كانت عشان يبقى في عندنا مكان. تمام يا زعيم، بس قربت تخلص. بعد كده نمسك الجزر ونحطه يا زعيم. يلا يا حبيبي انجز ربيتك حبيبي والله. تمام يا زعيم، تمام حط الجزر ونبقى ماسكين الريد ستون. الريد ستون نحطوها اخوات على طول كده يا باشا، نظبط امورنا. يبقى معانا شيست لادواتنا الشخصيه، وشيست للبوشنات، وشيستين يا اخوات نجمع فيهم اي حاجه. مثلا رحت مثلا نعمل رحله كهف، نعمل اي حوار، يبقى انا عندي كده يا باشا نقدر ناخد امور. ما يكملش عندي الانفنتوري ويجي يجرفني كل شويه، فتبقى حاجه اسطوريه. هنا هيبقى شيست لادواتي وشيست زعيم للبوشنات. فين؟ ايوه حط ده هنا، وشيست للبوشنات، والاثنين دول يا باشا فاضيين نجمع فيهم اللي انا عاوزه. تمام زعيم. يلا ريد ستون قرب يخلص. تمام ريد ستون كده خلص. هات يا اسطى، هات لي الثلاثه دول. تمام حط لي بقى ثلاثه غيرهم، وحط يا باشا من جديد نكرر العمليه يا اخوات. تمام وفي مرحله تكرير العمليه نروح نحط النايت فيجن هنا. فالنايت فيجن ده كله بسم الله ما شاء الله تمانيات يعني. الوقت يا اخوات 8 دقائق، فحاجه اسطوريه يعني، بتمسكني وقت اسطوري. مش كل شويه قاعد ندور على شمع ونمسك فحم وحوارات. تمام يا زميلي، بعد كده نحط الجزر خلينا مسكين الريد ستون فيني. يلا يا زعيم، يلا يا حبيبي، يلا يا زعيم. بس يا زعيم، يلا يا زعيم خلص يا حبيبي. بس عاوزين جزر، عاوزين جزر حبيبي. حطينا الريدستون على طول، بدل ما 3 دقايق هبقى 8 دقايق، فهدينا وقت صدور يعني، وقت نقدر نتحكم فيه. يلا يا زعيم، يلا يا زعيم، يلا يا مدير، يلا يا فخامة. تمام. يا باشا رجع ده هنا وحط بقى 3 تاني غيرهم، ويبدأ يا باشا من جديد النايت فيجن، افكت النايت فيجن يتظبط. تمام، هنا كان تقريبا في نايت فيجن، لا فيش أصلا أي افكت خالص، مفيش أي افكتات خالص. امسك الجزر في ايدك عشان نحطوه يا اخواتي بعد ما دي تخلص. يلا زعيم، ونمسك بعد كده ريد ستون يا اخواتي عشان نبدا يا باشا نظبط امورنا كده بالصحاب، عشان نبقوا مستعدين لاي رحله كهف. يلا مدير. تمام انا ريد ستون كده يا اخواتي. هو كده بيبدا يا باشا يحلل المقدره بتاعتها. يلا يا ابني اخلص، يلا يا ابني ولا اخلص. ايش هدوا الثلاثه دول، حط ثلاثه غيرهم. هات بس ريد ستون الاول، حط يا زعيم ثلاثه غيرهم. ابدا يا باشا من جديد، فينهم؟ ايوه تمام عشان نايت فيجن اخواتي اكتر استخدامهم بصراحه. بعد كده نجهز الجزر فيدني. يلا 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 حبيبي، يلا حط يا باشا الجزر على طول. بعد كده خلينا ماسكين ريد ستون ده ليه اهميه كبيره والله. الفكره الاول ملوش اي لازم، بس لما تعمقت قوي في ماينكرافت وعرفت انه بيستخدم في كذا اشياء وفي كذا صناعات، مش بس في الاسكتات اخواتي، ممكن تبني بيه اي حاجه اصلا، ممكن تبني بيه مدينه ملاهي. يلا زعيم. تمام حطينا باشا ريد ستون، ارفع معانا بقى ابو صاحبه. يلا عشان نعمل الايفكت الثاني يا باشا.
البوشنات التاني عايزين نروش المكان. يلا زعيم تمام ده خلصه ام حاجه دول تمام. يلا صاحب خلصوا هات الريدستون دخل اللي فيدي حط بقى ثلاثه غيرهم حط يا باشا ظبط امورني ممكن بعد انك انت يعني هنا تحط يا صاحبي النيت فيجن دول خلاص عايزين غير حبتين ففي حبايه تزيد بس ما علينا بس كده بس كده بس 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 يا سودا بس بس بغني بغني يا اخواتي يعني ادوني حماس حط الجزر بعد كده حط الريدستون ثاني. يلا يا حبيبي خلصنا الله يبارك لك. يلا عايزين نيجي للمس الجين مس الجين لازم تتجلد يا اخواتي لازم تاخذ على وشي. يلا حبيبي عاوزين يا اخواتي من تحت الارض نعمل مكتبه بصراحه لان انا نقصاني شغل المكاتب بدل ما بروح ندور عند القزرين اللي هناك دول اصلا عند القراوين ويعذبوني. فانا بصراحه عاوز نعمل مكتبه مختصه بي ممكن اعملها تحت البيت بتاعي بصراحه. يلا حبيبي تمام تمام خلي بس الزياده دي هناك او نقول لكم خليها معانا زياده وخلاص خليها معانا زياده وخلاص ابوك خلوها هناك خليها هناك بصراحه عشان ده الترتيب والتساوي تمام يا زميله. ستوب تمام يا زعيم فاروح بعد كده اخواتنا البوش الثاني فخلاص نحط زي ما كانت نرجع باش الجزر خلي الريدستون معانا بس زعيم نبدا باش ظبط لي بعد اذنك ثلاث جزايز حط يا زعيم والعندي يا اخوات او اللي اسمها مش عارف ترايسن او ترينتن فما علينا انا مش حلق بيه. يلا يلا يا مدير يلا صاحب ده بس المشكله بدينا وقت قليل جدا جدا يا اخواتي يعني تقريبا دقيقه ونص او دقيقتين كان على حسب ذاكرتي يعني ده بعد كمان الريد سكون هتشوف يا اخواتي بص كده لما اخلص هنشوف هيدينا كام وقت. يلا يا ابني يلا 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 انجز ايه هوب اجري يلا يلا يا ولع يا ولع اخلص يا ورع يا ابو الورريع تمام خلص فبص بص بص كده يا اخواتي بيدي دقيقة الا يعني 45 ثانية بعد ريدستون هيدينا دقيقة ونص يبقى هيدينا دقيقة ونص بعد ريدستون يعني حاجة عذاب. يلا ابو الصحاب تمام دقيقة ونص زي ما قلت لك ثلاثة دول حط ثلاثة غيرهم تمام حط يا باشا نعدي العملية من الاول ده كيكة مش هنحتاج منه كتير اصلا فخلاص اصلا احنا ممكن نحتاج منه او اقول لك الغيها 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 ينفع تتلغي ينفع تتلغي صح تمام تمام نلغيها ونحط يا اخواتي النايت فيجن وخلاص يعني نحط النايت فيجن هنا مكانها وخلاص. هات يا باشا النايت فيجن دي وارفع يا باشا الجزيرة دي فوق تمام وارفع يا باشا الحاجات بتاعت البوشنات دي تا اخواتي صندوق السحر بتاعنا بصراحه ده بشاني تمام بس كده بص تشست بوشنات ده شست الادوات بتاعتنا الخارقه الشستين دول استبل يعني نقدر نعبي فيهم باشا نقدر باشا نعبي فيهم ونظبط امورنا ممكن ناكل كده على السريع والصحاب ممكن ناكل لا مش جعان خلاص. ورينا ابو الصحاب المزرعه بتاعتنا دي انا عاوز نحصدها بصراحه بس قبل ما تحسد ممكن مزرعه تنا الهودي عايزين البومي علشان انا واثق لو لقينا حاجه فاضي وات وات كا يعني هتدي عشان لو احتجنا ممكن يفككوا مني عشان مش ناقصه مرض هنا اه بس يكون في كريبر ولا حاجه تعمل معانا السليم مش ناقصه مرض ممكن نجيب الباب ايوه واحصد ابو صاحبه واحصد احصد 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 مش كصوت البقر ده قذر والله صوت البقر دي قذر لما محبوسين كلهم في حته صغيره وكلهم عايزين يطلعوا فشغالين يصرخوا اصلا انا مالي ان شاء الله يجي انت لسه هنوكلهم كمان عشان يموتوا عشان يخلفوا لي يا زعيم اسف اجازه عشان يدوني لحمه يعني هنجوزهم ونوكلهم وعشان يموتوا يعني ويدوني لحمه اول مره ناخد المحصول بتاع الصوف نشوف كده عمل لي كده صوف الماكينه والقذر اللي هناك ونشوف الاسلحه بتاعتي عاوز تتجدد ولا لا. يلا يا باشا يلا يا باشا يلا يا باشا تمام ايه ده الشمعه وقعت الشمعه وقعت ما ينفعش الشمعه دي توقع حط الشمعه كده فوق شويه ايوه نبدا باشا ازرع بقى عاوزين الجزر والله مش فاكر كان عندي محصول جزر جوه بس ما علينا فانا مش محتاجه دلوقتي لما نحتاجي يبقى زي النظرة ومعاي كيكاب ومية يعني مكبرة في لحظة لحظة بقى في منت في منت يا ابو الصحاب باشا بعد اذنك ايوه اجي نزرع الحتة دي ايوه 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 بس زعيم روح هنا يلا 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 دي عاوز تتظبط ايوه 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 شايفين اخواتي لما المية جنب الدرت فتحس الدرت مبلول يعني او مثلا شارب مية شارب مية الدرت حاجة اسطورية يعني لو عملت مثلا لو جيت مثلا تأهل ارض للزراعة بعيد عن المية هتلاقيها جافة سامعين صوت المقاس بتاع الخروف يلا زعيم يلا زعيم يلا زعيم بس صاحبي احنا كده عملنا الارض كلها جهزناها للزراعه تعالى زعيم خلاص بقى نبدا فترة الوقت نوكلهم نوكلهم عشان يموتوا كله 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 استنى بس عاوز ننزل اول حاجه شوف ده فاضي مفيش حاجه وبدا فاضي ينزل اوتيا فا مش متاثر كله 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 يلا كله 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 عاوزكم تموت عاوزكم تموت اه عاوزكم تموت اه يلا يلا حبيبي يلا حبيبي يلا والصحاب يلا والصحاب يلا مش خساره فيكم 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 هنضيع عليكم ستاك بس يلا 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 يا بالصحاب يلا عاوز لحمه كتير يا حبيبي انا عاوز بس انا كده ستاك كده ولا حاجه ولا نص ستاك بس ان شاء الله يكون ستاك يعني ان شاء الله يكون ستاك 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 والله ما عارف انا دخت معاهم اصلا والله ما كنت حركت الفار اصلا يلا 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 حبيبي يلا حبيبي يلا حبيبي يلا حبيبي شايفين الكاميرا والله العظيم دوختني يا جدعان ايوه 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 يلا يلا
في حاجة تاني. يلا بالصحاب يلا بالصحاب اخيرا الجلوب. ايوه ايوه جلوب جلوب جلوب. يلا عاوزكم تتجوز كده. انا عاوزكم تتجوز. ايوه عاوزكم تتجوز. ايوه وي 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 بالصحاب. ايوه بالصحاب. ايوه بالصحاب. ده انتوا طلعتوا عين عشان نعملكم اصلا في بدايه المزرعه، فتستاهل اللي بيحصل فيكم اصلا يا وقين والله. بس خلاص وريني كده ابو الصحاب. خلي بقى الستيك التليين حلو والله. 14 حبيت لحم تعال. وانت برضه وريني. الله يخرب بيتك عمل كتير ده. اه ده كبر والله يا خال. ممكن لو كنت نحصده المكان لسه سليم ده والدنيا تمام. فينفع نحصده كده؟ ايوه ايوه والله بيجيب لي كتير والله. فاسطور يعني. تمام هات يا باشا نبدا اخوات المزرعه. والله كويس جاب لي 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. حلو 15 يجيب لي 40 يعني حاجه حلوه. في 25 واحده زياده. يلا ابو صاحبه بس كده. المفروض هنا في جلد. في جلد صح؟ ايوه في جلد. عاوز نصنع كتب والله يا اخواتي. عاوز نشوف كتب ونشوف. عاوزنا المكتب. تمام زي ارفع كده البومي. ارفع يا باشا يا باشا اللحمه دي تبدا تطبخ. تنطر بتنطر بره. يا لهوي تمنا على الخشب كل شويه ده ناقص. في رمله هنا. في رمله المفروض الرمله على الرمله. فيش قزاز صح؟ قزاز كان هنا. كان في شي ستين تقريبا. ايوه كان في فحم والله العظيم. طيب بالفحم. بالفحم قاعد. بالفحم حط يا باشا الفحم. حط ابو الصحاب اللحمه دي خلينا نخلص. انا قرفت كل شويه خشب. عارف يا جدع هو في الخشب ده ايه بيولع كده بسرعه عليه. هات يا باشا رسوف. خلي الصوف كله كده مع بعضه. تمام يا زعيم. تمام يا زعيم. معنى كمية صوف اسطوري وفيها بد. تمام يا زعيم. بس كده فهي بتطيبنا وبتجهزنا الامور. نعم فميمي تاني اللي معانا. لا القمح ده خلاص مش محتاجينه اصلا. اه هات 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 الجلدي. انا الجلد هخليه كله في مكان واحد اصلا بصراحه يعني. هات الجلدي. في جلد تاني هنا. لا ماشي في جلد هنا. اه جلد جلد. لا في هنا جلد. لا سد الجزيره زي عشان لو احتجناه. بس فخلي الجلد كله برضه مع بعض هنا عشان لما يجي ان شاء الله نصنع كتب يا اخوات. خبيت النظره. خلصت شيء لسه؟ لا ده دي طايله بقى. استنى 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 ممكن اعمل فرن سريع اصلا تحت ان شاء الله يخرب بيتك. مش هنلحق مش هنلحق. ايوه استنى ممكن نجيبوك يمكن نحط لك ستاك برضه كيك الفحم. كميات اصلا غبيه مني بنلقاها. ثواني ممكن بس انت بعدين تديني دي تديني دي تديني دي. انا هنعمل منك بصراحه فرن سريع جدا. اكسر ده تعالي بقى خلي كريفتن تيبل. بس المشكله المشكله هدي اه انا عملنا ونيها وحدي. بس المشكله فيها اخواتي الفرن دي مش بتطيب غير اكل بس. فبس ما يهمش يعني سريع بس بتطيب اكل بس. فحاجة اسطوريه يعني شايفين بسرعه تك تك اسرع من الفرن العاديه القذره. ولا الفرن العادي خليها لو في قزاز ولا في اي حاجه. تمام عاوز فرن وحدي بس يا زعيم. رجع طوب زي ما كان بس دي كده تكون هنا. خلي الخشب ده جوا. فرن الخشب ده تحت. ايوه بس برضه ممكن خليها تساعد يعني عشان ينجز في الوقت. بصوا اسرع اسرع من القذره. بصوا زعيم انا عاوز ان شاء الله في الحلقه اللي جاي يعني ان شاء الله ممكن بعدين كنت نزلينا بعدين سعادتك يعني عاوز نعمل هنا. نعمل هنا كده باب يعني بيت يعني. ممكن نعمل كده نفق. تمام يعني ممكن نعمل هنا اخواتي نفق كده ونظبط اموري فيه. بس المشكله البوابه دي خسر يعني تقعد تزعجني يعني والله. ممكن نعمل اثنين ستيك بيستون كده او ثلاثه. فانا ثلاثه وش نسدوها في كده في سكيلز مش عارف والله. تعال نعمل كده باب هنا او حته هنا نعمل فيها مكتب تطوير اخواتي ان شاء الله يعني. طلعني يا حبيبي سناكس برود هي بس اكفل. خلصت اه شايفين اخواتي قسمت النص بسرعه. حط ده برضه. حط ده زعيم الاكل بتاعنا ده هنا. حط ده باشا كل حاجتنا دي قشطه. بعد طبعا يا زعيم وريني كده يا باشا وريني. هات الجزر ده اللي معانا نحولوه ايه يا زعيم؟ نحولوه هو جزر جولد عشان نقدر اخواتي فيما بعد كده نقدر نعمله من ايه اللي هو يعني اسمه ده اللي هو البوشنات نيت في التاج دي. بعد كده نحطهم لي كلهم. تمام بس عندنا 63 اسطوره يعني 63 كرب. حاجه اسطوريه بصراحه. رجع لي بقى زي ما كانت. تعمل لهم البلوكه كمان. فخلاص رجعها بقى زي ما كانت. ورجع ده باشا زي ما كانت. ودينا الجزر. الجزر نحطه هنا. ايوه بس زي بس كده. ممكن ناكلوها دي يعني نجربه كده لو كنا كاروت على كده ولا باشا. ما تاكلش لا اه ما تاكلش. انا فاكره زي الجودر قبل والله بتاكل. طلع للاسف ما اتاكلش. تمام كده يا زعيم وكده يا اخوات. طبعا هكون تافه النهارده ريت خط العجيب في نشيط الكوره. انزل جهاز عملنا لايك اخواتي عشان نستمر في فيديوهات اكتر اكتر. نطرف نجرب الدنيا والله. بس يا اخوات اشتركوا في القناه. انزل جهاز عملنا لايك اخواتي عشان نستمر في فيديوهات اكتر اكتر. وبالعافيه يا اخواتي. سلام.